هل باش يغير في من يدفع اكثر ضرائب معز الجودي؟ يمكن احنا قلناها هكا ان شاء الله بوتاد بوتاد، ولكن اليوم فما موضوع مطروح سيد رئيس الجمهوريه في استقباله لبعض اساتذه الاقتصاد واللي يعني زملائك معز وسي محمد صالح، واللي قال اليوم الدعم لازم يمشي للمستحقين والدعم ما عادش لازم يمشي للناس اللي هي ما تستحقوش، ويمكن فرض ضرائب على فئه معينه من الناس والناس اللي ربحت برشا وعلى البنوك وعلى هذه الشركات الكبيره. كيفاش نجم تعمل هذا الموضوع؟ هو راهو اسهل حاجه معناتها كي باش ناخذوا قرار في المجال الاقتصادي والمالي باش نصلحوا به مشاكل اقتصاديه هو سن ضرائب جديد، وهذا عبر التاريخ وعبر الجغرافيا، وسيد رئيس الجمهوريه يعرف التاريخ ويعرف الجغرافيا، وفما معناتها ثورات قامت على اساس معناتها ضغط جبائي كبير في البلدان هذيك وثار الشعب. وكما نقول لك معناتها المثال تخو دامبو تشو لامبو ولا تشو لي توتو، راهو معناتها مش حل انك ديما تزيد في الضرائب، خاصة وانت في بلاد اللي فيها ضغط جبائي كبير ياسر. تونس راهو سان بيي ويا بليزيوغ بارادوكس، من شيرة عندنا تهرب جبائي كبير وعندنا اقتصاد موازي، ومن شيرة عندنا ضغط جبائي كبير. نحن تونس نسبة الضغط الجبائي من أعلى النسب في أفريقيا. صحيح. توصل 30 فوت 30. كي تلم حتى لي كوتيزاسيون الاخرين مثلا سوسيال وكل شيء غير معناتها البريسيون كلها بريسيون فيسكال بور ولي كونتريبيسيون الاخرين اللي ندفعوهم ولي كوتيزاسيون ندفعوهم نلقاو روحنا فوق 30%. باه اليوم الناس اللي تحب تتنظم والشركات والفاعلين الاقتصاديين يحبوا يخدموا في اطار قانوني راهم مضغوط عليهم جبائيا وما تنجمش تزيد تنحي لهم جبائي اكثر من هكا. توا فما ديبا نشوف فيه بعض الشباب هكا على البنوك، اي على البنوك. باه ردوا بالنا، راه ردوا بالنا. اول حاجه مش البنوك كلها رابحين، فما 10 بنوك تقريبا رابحه على اكثر من 20 بنك في تونس، والبنوك اللي رابحه قد ما تربح قد ما باهي للدوله التونسيه. علاش؟ خاطر قد ما تربح قد ما الدوله باش تاخذ منها ليس معناتها لامبو سور لو بينيفيس. شو نحبوا نحن نوصلوا في البلاد هذايا؟ ان الناس كل خاسره تكون؟ بالعكس، انا كيبدا فما سيكتور قطاع رابح في تونس نشجعه باش يربح اكثر، خاطر راهو الدوله باش تربح معاه. واكبر نسبه تاع ضريبه على المربح معاك في والله يعني اعطيك رايي اليوم اي فوالا، معناتها تنجم انت تتفاعل مع النقطه هذه انه البنوك تربح برشا. هذاش تقول يعني منظمه الدفاع عن المسال ومنظمه اليخت انه البنوك يضغطوا برشا برشا يعني مرابيح في المقابل، يضغطوا برشا على لو كونسوماتور والمواطن اللي شايك في البنوك. المعادله هذيك كيفاش تفسرها في علاقه مع الموضوع؟ فسرها انه اليوم فما المواطن عنده لون باغا دو شوا، ما عندوش كان بنكه واحده، الحمد لله عنده بنوك عموميه اللي هما اقل لي كوميسيون تاعهم من البنوك الخاصه، وعنده البنوك الخاصه وعنده البوسطه ينجم يحل فيها كونت زاد البوسطه. ولكن ما ينجمش ما هيش بنكه ما ينجم يخش فيها كريدي، عنده لون باغا دو شوا وفما كونكورونس ما بيناتهم ولي كوميسيون سون افيشي والبنك المركزي عس ما يحترمهمش. وانت شكون؟ البنوك تشكي بهم؟ لا عندك، لا في كل شيء تشكي، لا عندك عندك وسيط بنكي اكثر ناس يخافوا قوانينهم البنوك. لا عندك عندك تنجم تشكي وعندك فما ديمارش وشكينا بهم موفق بنكي أي. على تقريبا 100,000 حريف اي كيفاش؟ لكن فما معناتها دي ميثود ريكلاماسيون تنجم تصير وفما لي كوميسيون سون افيشي وراهو فما دي ريكور تنجم تصير. باهي انا مانيش ندافع على البنوك، راهو لي زابيو موجودين في القطاعات الكل، مش هذا انا لوبجيكتيف نتاعي. لوبجيكتيف انه راهو ردوا بالنا ما نحاولوش نحطموا القطاعات الكلها وردوها الكلها خاسره. باهي يا خويا اللي يربح ربح، اما راني انا قاعد نربح معاه خاطر قاعد يدفع في ضريبه، والبنوك اكثر معناتها قطاع عنده ضريبه على البينيفيس اعلى نسبه معناتها فيها اكثر من القطاعات الاخرين، والدوله قاعده تربح من جراء المرابيح هذوما. باهي نجيك توا على حكايه هذه الاداءات والدعم وكله. باهي اليوم فما مشكله في صندوق الدعم موجوده، المشكله هذه موجود وليه اعوام المشكله هذه. معناتها راهو نحن في 2022 صندوق الدعم تعرف قد توصل ولا 11 مليار دينار، معناتها حجم الدعم مش بدينا ب 6 مليار دينار مرصودين الدعم 6 7 مليار دينار، وصلنا ل 11 مليار دينار. السنه طاح اوكا اغلبوا ماشي للطاقه 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 واقتناء القمح على الاسعار نتاعو. السنه مبرمج 8 مليار دينار تقريبا المبرمج، راهو قبل كنا معناتها خلينا ما نحبش قبل 2010 ولا بعد 2010 قبل كنا صندوق الدعم 600 مليون دينار ما اكثرش.
كنا وصلنا حتى 300 مليون دينار والناس الكل تاخذ في الدعم ولاباس علينا. تبقى من بعد فما مشاكل اخرى صارت، فما سوء تصرف زاد في الدعم، فما تهريب المواد المدعمه، فما مشاكل هيكليه، فما الدعم لا يذهب الى مستحقيه. لكن انا شو نقولوا سيد رئيس الجمهوريه انه هذا لو كونستان نتاع الدعم لا يذهب الى مستحقيه، حكومات متتاليه قالته هذايا انا حاضرين في البطويات مريم بنادرا قداش ونحكيو على الموضوع هذا. تبقى انت كيفاش باش تحل هالمشكله هذه؟ كيفاش باش تخلق لي اداء جديد؟ ماهوش حل، ماهوش حل، على خاطر انت باش يولي عندك ناس ما عادش قاعدين لك في البلاد هذايا، وفما هجره قاعده صايره نتاع كفاءات ومتاع رجال اعمال ومتاع رؤساء مع رؤوس اموال. معناتها يا اخي تذكروش في ليزاني 80 في فرنسا جاوا الاشتراكيين الحكم برشا معناتها رؤوس اموال وبرشا شركات خرجوا خاطر خافوا على ليزامبو اللي باش يزيدوهم وقتها. دونك ردوا بالنا شويه في عنق الاقتصاديين اللي قاعدوا في البلاد استحفظ عليهم. وهما قال لك رانا قابلين باش ندفعوا الضرائب وراهو تحب تنحينا الدعم نحي هون. ثم ناس يقول لك انا الخبزه المدعمه نقبل نشريها ب 450 فرنك، الخبزه ما تقلقنيش. ما لقاوش المعادله يا بني هذا المعادله لا فورمول لا فورمول يا اخي بداها تدريجيا. انا مثلا الدعم على المواطن البسيط وعلى الناس المستحق ما نحياش. الطبقه المتوسطه شكون المواطن سي دي ريفونو سي دي ريفونو حدد انت مع وزاره الشؤون الاجتماعيه شنو هما لي ريفونو. اليوم ردوا بالنا مثلا في الطبقه المتوسطه راه فما جزء من الطبقه المتوسطه والطبقه متارجحه ما تنجمش تنحى عليهم زاد الدعم هو بيت به. اليوم هاكا الدعم توا قاعد يتنحى على البحاره وقاعد يتنحى على الفلاحه مشكله كبيره ياسر. انت البحار قاعد يخدم هو هذاك ومن بعد انت كيفاش تحيلوا الدعم مو باش يعكسوا في الاسعار من بعد باش يزيد في الاسعار شربحنا وبعد هاكا زادك في الانفلاسيون مش الى الاخرى. نفس الشيء بالنسبه للفلاح ما تنجمش تحيلوا الدعم على المحروقات الفلاح. دونك فما مقاربه لازمها تصير ولازمها وبدينا فيها راهو وعندنا خبراء وعندنا كفاءات وعندنا حكومات زاد ما نقولوش حكومات كلهم خايبين يتعداو. شنو اللي بدينا فيه مثلا؟ بدينا فيه يا خويا فهمتي فما مثلا عندك تقسيم لازم يصير تقسيم هذايا على اساس مسيش عندنا الوقت فوالا ثم فئات معينه نتاع حسب المداخيل نتاعها حسب المقدره الشرائيه نتاعها يتحدوا فهمتي هذوك ما يا اخي الدعم يمشي لهم به. بعد انت كيفاش بتمشي لهم مباشره وتنحي به ثم البطاقات الذكيه فما حكايه لي شوب سبيسياليزي اللي هي يقول لك بون فما ديسكريميناسيون فيها معناتها وفما الدعم اللي تنجم يتصب مباشره في ايران مثلا عملوا تجربه جاوا كانت عنده مشكله في صندوق الدعم اش عملوا؟ لموا الدعم الكل وقسموه على نومبر دو بوبيلاسيون وقالوا هاو كل واحد في العام قداش يصح له الدعم تعتبرها ناجحه انت التجربه الايرانيه خاطر مثال انه مثلا اش عملوا؟ جاوا قالوا اي المواطن كل مواطن عنده 300 دينار دعم في العام باه فما مواطنين اللي لاباس عليهم ما مشاش طلب 300 دينار وفما اللي مستحق طلب 300 اش عمل؟ عمل كونت بونكير باش يصبوا له 300 دينار دونك ولاو بونكاريزي الناس هذوك دونك حبيت نقول لك فما عده تجارب في البلدان نتاع امريكا اللاتينيه فما تجارب في مصر صارت دونك البطاقات الذكيه التكنولوجيا الرقمنه التقسيم توجيه الدعم مستحقيه فما مثلا اللي يخدم في الدعم باش يبيع مثلا المرتبات باسوام عاليه وهو قاعد يستعمل في السكر والفرينه المدعمه هذا ماهوش معقول دونك فما ديزاكسيون ينجموا يصيروا بطريقه سيبلي مباشره وتنجم تقول انت مش للناس اللي هذيا مرة أخرى باش يخلق أداء إضافي للناس اللي هي تمشي في النطاق المنظم معناتها وانت حاجتك بيه اليوم باش يستهلك ويستثمر على خاطر شكون باش يخلق لك لي ريشيس في البلاد انت كي تحط برشا امبو برشا اداءات راهو من شيره تنقص في الاستهلاك اللي هو محرك من محركات النمو الاقتصادي ومن شيره اخرى تنقص في الاستثمار اللي هو محرك من محركات النشاط الاقتصادي.